الملحن العالمي محمد رحيم منورنا في فوشيا. اهلا بيك معانا. اهلا بيك علي منور، وفوشيا طبعا منورانا. اهلا وسهلا. محمد، كان ليك عده اغاني سينجل، بس انت قررت لما تعمل البوم يكون البوم ديني ومقرر نزوله في رمضان. كلمنا عن ملامح الالبوم. الالبوم الديني طبعا فكره بتراودني الحقيقه من فتره كبيره طبعا جدا، وكنت قدمت قبل كده الحمد لله اكتر من تجربه، حظوا على اعجاب الناس الحمد لله. في اغنيه كنت غنيتها طبعا معروفه جدا اللي هي يا ليتني براقا، ويمكن بنسمعها كل يوم على كل الراديوهات المصريه والعربيه يعني. فده طبعا شجعني ان اقوم بالتجربه مره تانية. سكوب لفوشة في تعاون كبير مع عدد كبير من النجوم على مستوى الغناء، عمرو دياب، نانسي عجرم، طوالي الزوب، كلمنا انت عنه. الحمد لله السنه دي عندي يعني مجموعه اعمال قويه بجهز لها طبعا الحمد لله بقالي فتره، وفي كمان السنه دي بالنسبه لي الحمد لله سنه العوده كمان للتعامل مع اسماء مهمه جدا 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 في 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 الوسط الفني المصري طبعا والعربي، ومهمه كمان عندنا على المستوى الشخصي يعني. لكن السنه دي تم الحمد لله الاتفاق على عده اعمال مع الفنان عمرو دياب، في عملين في الالبوم بتاعه الجديد ان شاء الله، زائد عمل وطني من كلمات الشاعر عبد الرحمن الابنودي. شيرين عاملين برضو مفاجآت بصراحة، شيرين عاملين مفاجآت. أولاً بوجه لشيرين حبيبتي طبعاً خالص التعازي طبعاً في وفاة والدها، ربنا رب يقويها ويصبرها هي طبعاً وحسام وكل الأسرة طبعاً. بالنسبة طبعاً للشق بقى بتاع الشغل، عاملين حاجة اسمها الوتر الحساس، دي كمان غنوة بعتقد إنها إن شاء الله هتعمل مفاجأة للناس يعني. لا 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 لا، دي مقسوم صيف، هيت كبيرة للصيف ان شاء الله، غنوة مهيبرة جدا فيها غنى احساس مختلف، كلام مختلف تماما اول مره يتكتب، فكره حلوه قوي. كلمات الشعر الكبير طبعا سعود الشربطي. رحيم، على مستوى السينما بتتعاون مع المخرج الجميل خالد يوسف في فيلم الكارما، والشاعر الغنائي العظيم برضو جمال بخيت. في فكره طبعا مفاجاه كبيره جدا، هو فيلم طبعا رائع جميل على المستوى السينمائي وعلى مستوى الورق، اعتقد الناس طبعا هتستمتع بيه جدا جدا. والغنوه برضو غنوه غريبه، دوتو ما بين اتنين رجاله محدش برضو ممكن يتخيل يعني هم مين وازاي الغنوه مختلفه، وعامله طبعا يعني حاجه يعني طالعه في شكل مختلف تماما عن اي حاجه ممكن تكون حصلت قبل كده. انا شخصيا مستني الفيلم ده يعني بفارغ الصبر يعني، وان شاء الله الغنوه تبقى مفاجاه بكل المقاييس ان شاء الله باذن الله. على مستوى دراما رمضان، انت بتفاضل ما بين عملين للنجمة محمد رمضان والنجمة غادة عبد الرازق، ايهما اقرب اليك؟ الاثنين طبعا بعتز طبعا بيهم جدا جدا. فنانة غادة عبد الرازق يعني دي صديقة طبعا عزيزة جدا عليا، وبيننا طبعا تاريخ كبير الحمد لله من النجاحات. انا عملت الغادة قبل كده حوالي 4 مسلسلات عملنا مع بعض، مع سبق الاصرار، وعملنا حكاية حياة، وعملنا الخنكة، وعملنا السيدة الاولى طبعا، فبيننا وبين بعض طبعا يعني الحمد لله سجل حافل من النجاحات، وليه طبعا معزه كبيره جدا جدا طبعا في قلبي. في نفس الوقت محمد رمضان نجم متميز جدا وما شاء الله يعني الناس بتحبه قوي قوي، وعنده يعني جمهور كبير دايما بيستنى اعماله. بس انا مشكله بالنسبه لي في الموسيقى التصويريه وفي اغاني التترات دايما ان دي مساله بتاخد علي مجهود كبير جدا جدا في تحضيرها، وتاخد مني وقت كبير قوي. ما التتر نجح، ما في عرف كده يقول لك التتر نجح يبقى المسلسل نجح. بالظبط كده، وانا كمان من الناس اللي الحمد لله يمكن اعمالي في الدراما الرمضانيه طول السنين اللي فاتت اللي اكدت يمكن النظريه دي. عودة فضل شاكر للغناء شايفها ازاي؟ حاجة طبعا كويسة جدا، فضل شاكر فنان كبير طبعا جدا جدا وعنده جمهوره. انا طبعا مش فعلا ما عنديش رأي اقوله في اي كلام تاني او اشاعات او اقاويل من اللي بتقال يعني عن الفنان فضل شاكر طول السنين اللي فاتت. ما عنديش فعلا رأي اقوله، لانه انا ما تعودتش اصدق اي كلام طبعا بسمعه الا لما اشوف بنفسي يعني. فضل انسان محترم جدا جدا، وكان كنا على تواصل ايام كان طبعا بيشتغل، ولما عرفت ان هو هيرجع احيانا انبسطت جدا جدا، وهو فنان مهم والناس دايما مستنياه. على غرار بقى الحياه الشخصيه، وبعد بقى شهر العسل، انوسه كوت عامله معاك في البيت؟ انوسه كوت دي حبيبه قلبي وزوجة الحبيبه، وانا بعتبرها يعني هديه من ربنا ليا بصراحه. الناس طبعا تسمع كلمة الأسود والنمور وبتاع تخاف وتقلق وبتاع، ما في الواقع بجد أنوسة إنسانة رقيقة جدا جدا وبيبي يعني. وفي نفس الوقت أنا اكتشفت فعلا وأنا قلت الكلام ده قبل كده إن عندها ميول فنية حلوة جدا كمان. هي عندها في العيلة طبعا فنانين مشهورين جدا معروفين زي طارق عاكف وزي محمد الحلو، وأسماء كبيرة طبعا معروفة خلانها وعمامها يعني، وتيمور كوتا طبعا المنتج، وأسامي كبيرة بتكلم في الناحية الفنية بس يعني، نعيم عاكف طبعا في الأساس كمان. فهي عندها بقى ميول فنيه موجوده في الموضوع ده، فلما تيجي تقعد معايا وانا بشتغل بتبتدي تقول اراء فعلا بجد اراء حلوه قوي. غير كده بدات تتعلم الطبخ الحمد لله وبقت كويسه جدا دلوقتي. ربنا لما بيقفل لك سكه بيفتح لك 100 قلب،
بس اياك تزعل بكره الضحكه في قلبك تملى الكون. طب قوم واتوضى صلي وركز في ايات سوره الكهف وحياه من خلق الفرح الجرح ده كله عليك. استنوني في رمضان القادم.